ايه كان في ايه؟ بجد هبه كنت هايله النهارده، الحلقه كانت ممتازه. حقيقي عجبتك يا حبيبي؟ هلال بيكلمني النهارده ومبسوط جدا منها، بيقول ان الهانم كمان هتتبسط منها. ايوه كده هبه، الحلقه بجد كانت تحفه. شفت ال بس يا سلام. راجع مش على بعضك ليه؟ انا؟ لا على بعض ليه؟ شايفني عامله ازاي يعني؟ وانا اللي عايز احتفل بنجاح الحلقه بتاعتك. انت ما عندكش طريقه ثانيه غير السكس هي اللي تحتفل بيها؟ والله انا احب اقدم احسن وقت. انت شارب ايه بالظبط؟ انت اللي غابه ضيعت فرص من ايديك. عرفك ان صاحبه الكشك هتعرف مكان الست. انا كنت متزوجه حد في الدكتور سيد، ومش قالك ان صاحبه الكشك عامل مصدر معلومات؟ قال اصحابي مش صاحباتي. مش انا سيدنا بزعل ولا شيء. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. عايزين بيت الحاجه ايات. السجانه؟ ايوه. ده ربنا يلطف بيها. يا واد يا مصعب. يا حاجه. تعالى ودي المحروس والمحروسه لبيت الحاجه ايات. فولو مي. شكرا. أهلاً وسهلا يا مرحة. أسفين على الإزعاج يا حاج. أنا مش الحاجة، الحاجة تعبانة جوه قاعدة في البلكونة بتتشمس. حضرتك مدام صفاء؟ أي الحقيقة إحنا كنا جايين عشانك. أنتوا مين؟ إحنا من التلفزيون، برنامج نهاية المساء بداية الصباح. وأنا مال أنا ومال التلفزيون؟ احنا عايزين نستضيف حضرتك في البرنامج عشان تحكي حكايتك. حكايتي؟ وانتوا عرفتوا حكايتي منين؟ وعاوزين حكايتي تعملوا بيها ايه؟ يا صفاء ازعقي معاكي يا صفاء. مفيش يا ست الستات، دول ضيوف بس ضيوف رزلين. مدام صفاء حضرتك حاله نادره، انتي تقريباً أول سجينة تخرج وتعيش مع السجانة بتاعتها بعد ما يفرجوا عنها. لا انتوا مش عاوزين الحكاية دي، انتوا عاوزين الحكاية اللي قبلها، الحكاية اللي بسببها دخلت السجن. مدام صفاء يا ريت تقبلي نعمل حوار في الحكاية القديمة والجديدة. بكام؟ هندفع اللي انتي عايزاه. مش فلوس. امال ايه؟ هقول لكم بس قبل ما تقولوا ايوه او لا اسالوا الرئيس بتاعكم عشان المساله اكبر منكم بكتير. الف سلامه يا حاج، ربنا بعد الفرج. برنامج نهايه المساء بدايه الصباح اتكفل بعناده في احسن مستشفيات واكبر تكاليف، والمدام جابت موافقه من رئيس التلفزيون بتاعها. ربنا يستر ميرت. سلامتك يا حاج. طيب الاول نتكلم على تفاصيل وعدك في بيت الحاجه ايات اللي هي السجانه بتاعتك. احنا الاثنين كنا محتاجين لبعض، هي ربنا يشفيها ست صاحبه مرض كانت محتاجه اللي يقعد جنبها ويشوف طلباتها ويرعاها. وانا لما خرجت من السجن ما كانش ليا اي مكان اعيش فيه، كان لازم الاقي لي حد اعيش تحت ظله. بعد الاهل ما راحوا واللي اتفرق اتفرق واللي اتغرب اتغرب. بس ازاي بقى في صداقه بينك وبين الحاجه ايات السجانه بتاعتك؟ الحاجة إيات كانت محبوبة من الكل، كانت مريضة وهي بتشتغل، وبعد ما طلعت معاش كانت بتيجي تزورني. أنا أكتر واحدة كنت بفرح بالزيارة دي عشان ما كانش في حد بيزورني. أنت كان محكوم عليكي بقد إيه؟ 15 سنة. وجريمتك كانت إيه؟ قتل. غريبة يا صفاء، مع إني شايفاكي إنسانة وديعة ورقيقة، صعب قوي الواحد يتخيلك وانت بتقتلي.
هي لحظة يا أستاذة، لحظة ربنا يكفيك شرها. شرارة تعمل حريقة ممكن تحرق بلد وتنسف عيلة بحالها. طيب مستعدة تبوحي بقى وتفضفضي ولا ايه؟ ما الجرايد ايامها قالت وعادت وزادت، النعجة ما بتحسش بالسلخ وهي مدبوحة. احنا ناس شعبيين والناس الشعبيين بيعرفوا بعض ويودوا بعض ويخنقوا بعض. ابتدت الدنيا تبقى سودة في اليوم اللي مات فيه المرحوم ابويا. هو اللي كان بيصرف علينا وعلى البيت. امي كانت سبقت ابويا من زمان. انا الكبيرة وبعدين وفاء الصغيرة هناك. احنا التلاتة كنا شغالين في الحكومة، لكن ماهية الحكومة ما بتجيبش عيش حاف. ابويا كان مربي واد صنايعي سعيد الخفيف. يومها سعيد كان متشحت، اكيد كان بيسأل نفسه يا ترى الدنيا هتعمل فيه ايه. خير يا بنات؟ شرع الله أمر، أنت ليك في ورث أبونا. أبونا ما كانش حيلته غير المحل والبضاعة اللي فيه. الأول هتعملوا إيه في المحل؟ المحل أبويا هيفضل زي ما هو. أيوة يا عم، اسم أبويا لازم يفضل على المحل. أيوة يا بنتي، أنا قصدي مين اللي هيشغله؟ مين اللي هيدير أموره سواء في البيع أو في الشراء؟ قول لنا الأول، ناوي تعمل إيه في نصيبك؟ ونشوف هندبر أمورنا إزاي؟ أنا مش محتاجة أقسم بنات أخويا في ورثهم، حد الله ما بيني وبين أي حاجة. إذا كان الكلام ده أكيد يبقى يتكتب على ورق. عيب يا وفاء، مش هو اللي قال، هو أنا اللي قلت؟ وماله يا بنتي، يتكتب على الورق وقبل ما أخرج من البيت هكتب تنازل. ده انتوا ولاية وعيب ان الواحد يطمع فيكم. ربنا يجازيك خير يا عم، ده عشمنا فيك برضه. بعدين انت اللي فاضل لنا. يرجع مرجوعنا للمحل. احنا اخدنا اجازه بدون مرتب وبنفكر نقعد بنفسنا نباشر المحل. وانتوا تفهموا ايه في شغل الحديد والبويات والمسامير والمفصلات والكوالين؟ كنا بنسمع من بابا الله يرحمه، والواد سعيد الخفيف طول عمره شغال في الدكان وفاهم في كل حاجة. أهو هنشرف عليه لغاية ربنا ما يحلها. مدام الحكاية إشراف وفي واحد بيفهم في الشغلانة دي، فهقوم أنا بمهمة الإشراف. هاتولي ورقة وقلم أكتب لكم التنازل.